أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل تقبيل يد الأخ الأكبر وإمام المسجد جائز؟ ذكروا أن الكبير أيضا المسلم الكبير له حق أنه يقدر ويقبل رأسه ويقام له إذا جاء، يعني توقيرا لذي الشيبة، أن التوقير ذي الشيبة في الإسلام مشروع، وقال صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا. فذو الشيبة في الإسلام له قدر، له مكانة. نعم.